السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مدارس هبة الله. مادة التربية الإسلامية الصف السادس الفصل الثاني الدرس 25 بعنوان حديث فضل الصدقة والعفو والتواضع. طلابي الأعزاء، كما عهدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقد حث أصحابه الكرام وحث جميع المسلمين على التوجيه لأمور تعود عليهم بالخير والبركة في الدنيا والآخرة، فحثنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة على أخلاق فاضلة وعبادات كثيرة تزيد من حسنات الإنسان وترفع قدره في الدنيا والآخرة وتزيد المودة والمحبة بين الناس. من هذه التوجيهات حديثنا الشريف الذي يدعونا إلى فضل الصدقة والعفو والتواضع. هيا بنا نقرأ الحديث الشريف. طلابي الأحباء، ها هو نص الحديث بين أيدينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. في هذا الحديث الشريف طلابي الأحباء رح نتعرف على فضل الصدقة وتعريف الصدقة، ورح نتعرف أيضا على العفو، معنى العفو وفضل العفو، ورح نتعرف أيضا على التواضع، خلق التواضع وفضل التواضع. بداية، راوي الحديث طلاب الأحباء هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد سبق التعريف بهذا الراوي، فقد كان هذا الراوي يشتهر بكثرة حفظه ورواية الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هناك بعض المعاني والمفردات التي يتوجب علينا توضيح هذه المعاني والمفردات لننتقل إليها. المفردات والتراكيب التي وردت في الحديث الشريف: معنى عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي قوة ومكانة، فالذي يعفو ويصفح عن الآخرين يرتفع قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس أيضا. رفعه الله، أي أعلى قدره، الذي يتواضع لله سبحانه وتعالى يرفع الله سبحانه وتعالى قدره عند الله تعالى وعند الناس. هذا الحديث يا سادس يتناول مجموعة من فضائل أو فضل الأعمال والأخلاق، فهذا الحديث الشريف يتحدث عن الصدقة، ويتحدث عن العفو، ويتحدث عن التواضع. إذن هذا الحديث يتحدث عن هذه المواضيع الثلاث المختلفة، منها الصدقة والعفو والتواضع وفضل هذه الأخلاق وهذه الأعمال الحميدة التي حثنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الأعمال التي وردت في الحديث، جاء ذكرها في الحديث الشريف: فضل الصدقة وفضل العفو وفضل التواضع كذلك. فهي هذه الأمور الثلاثة وردت في الحديث لأهميتها، فهي تعود علينا بالخير والنفع في الدنيا والآخرة، وفيها أيضا بركة، وفيها أيضا محبة وتآخي بين الناس، فالمسلم يشعر بأخيه المسلم فيساعد بالصدقة والعفو، أي أن نتسامح مع الآخرين ونعفو عنهم، فلا نقابل الإساءة بالإساءة بل نقابلها بالصفح والعفو. والتواضع أيضا هو أن لا يتكبر الإنسان أو المسلم على غيره، فكلنا أصلنا من تراب، مهما تكبر الإنسان ومهما على قدره يتذكر أنه خلق من تراب، من شيء بسيط، فالمسلم لا يتكبر على غيره بسبب مال أو منصب أو جاه أو نسب، لأن ذلك كله زائل. الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح والإيمان الصادق، والإيمان بالله سبحانه وتعالى المتبوع بالعمل الصالح. فهذه هي الأمور التي تناولها هذا الحديث، فضل الأعمال والأخلاق. إذن حديثنا الشريف يتحدث عن الأخلاق والأعمال الحسنة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لنا، فهي تعود علينا كما قلنا بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. طلاب الأحباء، الآن رح نتناول أول موضوع وأول خلق من الأخلاق والأعمال الفاضلة التي وردت ذكرها في الحديث الشريف، وهو الصدقة. ما معنى الصدقة؟ ما هي الصدقة؟ نقول: حثنا الإسلام على الإنفاق في وجوه الخير. إذن الصدقة هي الإنفاق في وجوه الخير، والإنفاق في وجوه الخير متعدد، مثل الإنفاق على الفقراء والمساكين، مساعدة المحتاج، تفقد أحوال الناس من حولنا. فالصدقة
طلابي الأحباء هي أن نتصدق، أن نقوم بدفع مبلغ معين من المال لمساعدة محتاج أو فقير أو مريض أو مسكين. هذه هي الصدقة، أن نتصدق. وحثنا النبي عليه الصلاة والسلام، هناك آداب للصدقة، أن يتصدق، أن تكون صدقة الإنسان في السر حتى يكون الأجر أعظم، الأجر يكون أعظم. الصدقة طلابي الأحباء تقي مصارع السوء وتكفر الذنوب. إذا أنا إذا تصدقت، الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي، الله سبحانه وتعالى يطفئ غضب الرب. طبعا الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وتبارك، هذه الصدقة تبارك لنا في المال وتبارك لنا في الأعمار، ويخلف الله سبحانه وتعالى على صاحبها ويضاعف له الأجر والثواب. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا يضاعف لنا الأجر في الدنيا وفي الآخرة، ويفتح لنا أبواب الرزق الكثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة أو بالصدقات. إذا الآن أنا كمسلم إذا كان في عندي مريض أتصدق، فالله سبحانه وتعالى سيشافي هذا المريض. أيضا إذا كان عندي ذنوب كثيرة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني ويسامحني ويغفر لي هذه الذنوب، أتصدق على الآخرين من فقراء ومن مساكين ومن محتاجين. إذا طلاب الأحباء، الصدقة هي الإنفاق في وجوه الخير. وجوه الخير متعددة، ممكن أنفق على فقير مسكين، أساعد طالب مسكين، أساعد مريض في علاجه أو في دفع تكلفة العلاج. الآن هذه هي وجوه الخير، بناء مسجد، كفالة يتيم، هذه تعتبر أبواب ووجوه من وجوه الخير. الآن بعد ما تعرفنا على تعريف الصدقة، هيا بنا ننطلق ونتعرف على فضل الصدقة. ننتقل الآن طلابي الأحباء إلى فضل الصدقة. ترى ما هو فضل الصدقة؟ ما هو ثوابي إذا تصدقت على المحتاجين والفقراء وساعدتهم؟ أول أمر بديكم تعرفوه، الصدقة لا تنقص المال بل تباركه. يعني طلابي الأحباء، لو كان معك دينار وتصدقت بنصف هذا الدين، نصف دينار، الله سبحانه وتعالى هذه النصف المتبقية هي في الظاهر تبقى لك نصف دينار، لكن الله سبحانه وتعالى سيضاعف هذه أو هذا الأجر على هذه الصدقة. فالله سبحانه وتعالى لن ينقص هذا المال، هو في الظاهر أصبح عندي بدل الدينار أصبح عندي نصف دينار، لكن الله سبحانه وتعالى سيبارك في المتبقي من المال. الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا أبوابا من الرزق الكثيرة. إذا الصدقة لا تنقص المال بل تجعل فيه بركة. يفتح الله تعالى للمتصدق أبواب الرزق في الدنيا، يفتح له الله سبحانه وتعالى فيخلف له خيرا من المال التي تصدق به على الفقراء والمحتاجين. إذا أول أمر من فضائل الصدقة أو فضل الصدقة، الصدقة لا تنقص المال. أيضا يفتح الله تعالى للمتصدق أبواب من الرزق، فأنت إذا تصدقت على فقير الله سبحانه وتعالى سيضاعف لك ما تبقى من مالك ويبارك فيه. أيضا سيرزقك الله سبحانه وتعالى بأفضل وبأكثر من المال الذي تصدقت به. أيضا الجزاء العظيم يوم القيامة، وهذا هو الأهم، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيكافئك ويكافئ من يتصدق في الدنيا. يوم القيامة ستتفاجأ بكمية الحسنات الموجودة لديك، ستتفاجأ بمرتبتك ومنزلتك في الجنة. لماذا؟ لأنك تصدقت في الدنيا على الفقراء والمحتاجين. إذا الصدقة هي لا تنقص من المال بل تبارك هذا المال وتنمي هذا المال، والله تعالى يجازيك على هذا المال الذي تصدقت به بأن يفتح لك أبواب الرزق الكثيرة ويبارك لك في مالك، يبارك لك في رزقك، في صحتك. وأيضا الجزاء العظيم، لا ننسى طلاب الأحباء الجزاء العظيم الذي سيكون يوم القيامة. ننتقل الآن إلى أتلو وأتدبر. أتلو وأتدبر صفحة 93. الآن نتلو الآية الكريمة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أبين أجر من يتصدق بماله في سبيل الله. ما هو أجر من يتصدق؟ الآن اطلعوا طلاب الأحباء، الله تعالى قلنا يضاعف الحسنات ب700 حسنة أو 700 ضعف كما ورد في الآية الكريمة. الآن نقول الله سبحانه وتعالى يبثل لنا الحسنات أو العمل الخير الذي نقوم به أو الصدقة التي نتصدق بها. كمثل، يمثل الله سبحانه وتعالى هذه الصدقة كحبة، كمثل حبة، هذه الحبة حبة القمح أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة. فنقول 7 في 100
يساوي 700 حسنة، إذا الله تعالى يضاعف لك أجر الصدقة 700 ضعف. فتخيل لو تصدقت بدينار، فالله تعالى يضاعف لك أجر هذا الدينار ب700 ضعف. هذا الشيء جميل جدا، ويحث هذا الإنسان عندما يسمع هذه الآيات الكريمة، عندما يسمع الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على فضل الصدقة وتحث على الصدقة، الآن يدفع الإنسان أن يبذل المال رخيصا في سبيل الصدقة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل مضاعفة الحسنات عند الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في الآية، كما قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة. إذن الله تعالى يضاعف لنا الحسنات يوم القيامة أضعافا كثيرة. فنتمنى أن يوم القيامة لو أننا عدنا إلى هذه الحياة وتصدقنا بجميع ما لدينا من أموال لمال الصدقة من فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ننتقل طلابي الأحباء إلى العمل الثاني والخلق الثاني الذي حثنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عنه: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما المقصود بالعفو؟ العفو طلاب الأحباء هو خلق إسلامي عظيم، الله تعالى يحبه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويحثنا عليه. لماذا يحثنا النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى على خلق العفو؟ لأنه يدفع المسلم إلى أن يتجاوز عن أخطاء الناس. فأنا إذا زميلي أساء لي في يوم من الأيام بغير قصد، أعفو عنه وأسامح، خاصة إذا اعتذر مني وطلب الصفح والسماح، إذا أسامح هذا المسيء لي، سواء كان أخي أو أختي أو زميلي أو زميلتي، طبعا زميلتي أو زميلي في المدرسة، أسامح. إذن خلق يدفع المسلم إلى أن يتجاوز. ما معنى يتجاوز؟ أي يسامح، يصفح، يتجاوز عن أخطاء الناس. كلنا خطاؤون، نحن البشر بطبيعتنا خطاؤون، فلماذا لا نعفو عن بعضنا ونسامح بعضنا؟ طبعا طلاب الأحباء، الحقد يعني يولد الأمراض الشديدة مثل الضغط، مثل هذه الأمراض، ويعني يولد السواد في القلب. فلماذا نحقد على غيرنا ونحن نعلم أن هذه الدنيا زائلة، وأن الله سبحانه وتعالى يكافئ من يعفو عن غيره؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز: وليعفوا وليصفحوا. إذا فعل أمر، وليعفوا وليصفحوا، يأمرنا الله تعالى بهذا الخلق لعظم هذا الخلق. وسنتعرف الآن على فضل هذا العفو. إذا قلنا المسلم يعفو عن غيره، يسامح غيره، يصفح عنهم، فلا يقابل الإساءة بالإساءة أو السيئة بالسيئة. إذا ضربني زميلي أو أساء لي زميلي أو شتمني لا سمح الله زميلي، لا أقابل الشتيمة بالشتيمة أو الضرب بالضرب، ولا أسيء إلى زملائي، فلا أبدأ بالإساءة. وإذا أساء لي زميلي أصفح عنه وأسامحه وأقبل اعتذاره. هذا أهم خلق من هذه الأخلاق طلاب الأحباء. طبعا نحن نحكي قيمة التسامح والمقدرة على العفو، له قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الآن رح نتعرف على فضائل العفو. ما فضل العفو؟ قال الله تعالى كما قلنا سابقا، هذه الآية الكريمة ورد ذكرها قبل قليل، قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا. إذن هنا وليعفوا وليصفحوا هي فعل أمر من الله سبحانه وتعالى، يأمرنا بالعفو ويأمرنا بالصفح عن الآخرين وعن من أساء لنا. ما هو فضل العفو؟ نقول أول نقطة مهمة: يزيد صاحبه رفعة ومكانة وشرفا بين الناس. إذن أنا كمسلم أنال الرفعة والمكانة إذا سامحت غيري، يحترمني غيري وأيضا يقدرني الآخرون، وأنال الأهم من ذلك محبة ورحمة الله تعالى ومغفرته يوم القيامة. إذا أعفو وأسامح غيري حتى يحبني الله سبحانه وتعالى ويرحمني الله تعالى، وأكسب محبة الناس. إذا بالعفو أكسب محبة الناس. قال تعالى قلنا مرة أخرى: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن هذه الآية تدل على مكانة العفو وفضل العفو عند الله سبحانه وتعالى وبين الناس جميعا. ننتقل طلاب الأعزاء إلى نشاط ما رأيك في صفحة 93. ما رأيك؟ كيف أتصرف إذا مزق أخي الصغير إحدى قصصي؟ أخي الصغير مزق إحدى قصصي العزيز موجود عندي في مكتبتي لكنها عزيزة علي هذه القصة، ماذا أفعل؟ نلاحظ أخي صغير، طفل صغير، ما التصرف اللائق الذي أتصرف مع أخي الصغير؟ أعطف على أخي الصغير، أبين له خطأه، أوجهه، أصوب خطأه. إذن أعطف على أخي الصغير، أتجاوز عن خطأه، أسامحه، أعفو عنه.
وأرشده إلى الصواب وأعلم قد لا يكون يعلم هذا الطفل مدى الخطأ الذي قام به أو ما الذي تصرف به. فإذا وجه أخي الصغير، أعلمه هذا تصرف خطأ وأعفو عنه وأسامحه ولا أوبخه. إذا هذا تصرف يدل على العفو عند المقدرة. الخلق الثالث الوارد ذكره في الحديث هو التواضع. ترى ما معنى التواضع؟ التواضع طلاب الأحباء هو خلق عظيم، خلق إسلامي عظيم. هذا الخلق يجعل المسلم يبتعد، وهو عكس التكبر. التواضع عكس التكبر. فأنا لما أكون متواضع يا سادس أكون مبتعد عن التكبر. إذا خلق إسلامي يجعل المسلم يبتعد عن التكبر ويبتعد عن الغرور ويبتعد عن احتقار الآخرين، فلا يتعالى على غيره. الآن من أسباب التعالي، أو بعض الناس يتعالى على الآخرين، ممكن لنسب، ممكن لمنصب، لوظيفة معينة، لجمال، ممكن جماله أو شكله، تميز شكله عن الآخرين. لكن هذه الأمور يجب علينا أن نبتعد عنها. التكبر بسبب المنصب، التكبر بسبب المال، التكبر بسبب التحصيل العلمي، هذه الأمور نبتعد عنها. فالإنسان يكون متواضع. ولنا قدوة وأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك صور كثيرة من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا سادس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه فلا يتكبر عليهم، يأكل معهم، يتكلم معهم، يجلس معهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته قمة في التواضع. كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئلت الصحابيات أمهات المؤمنين عن أخلاق النبي في بيته، فكانت تصف النبي عليه الصلاة والسلام، زوجاته تصف النبي، فكانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقع ثوبه. فهذا خلق يدل على التواضع، خلق النبي عليه الصلاة والسلام. كان يخيط نعله، كان يحلب شاته. فهذه إذا كانت هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا نتكبر نحن البشر؟ من نحن مقابل أو مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان سيد البشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتواضع مع أصحابه، كان يجلس على الأرض مع أصحابه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتدي الملابس البسيطة بدون تكبر، بدون تعالي على أصحابه، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قمة تواضعه، يخيط نعله، يعني يخيط نعله، يرقع ثوبه، يلبس الملابس البسيطة جدا، مثله مثل باقي البشر أو باقي الناس. إذن هو خلق إسلامي يجعل المسلم يبتعد عن التكبر، فيتعامل مع على طبيعته هذا الإنسان، فلا يستعلي على الآخرين لا بسبب منصب ولا بكثرة مال. إذن هذا هو خلق التواضع. ترى ما هو فضل التواضع؟ يعني ما هي النتائج التي تعود علي أنا كمسلم إذا تحليت أو الآن تجملت بخلق التواضع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي ما هو فضل التواضع؟ التواضع طلاب الأحباء يجعل المسلم قدره عالي بين الناس وأيضا في الدنيا والآخرة. إذا يعلو قدر المتواضع عند الله تعالى، الله تعالى يرضى عنه ويحب الله تعالى. أيضا الناس يحبون المتواضع ويحترمون المتواضع. ونلاحظ أن الناس يبتعدون عن المتكبر والمغرور، يبتعدون عنه. لماذا؟ لأنه متعالي على الناس. الإنسان هذا المتكبر يعني يتعالى على الناس بسبب منصب، كما قلنا، بسبب منصب، بسبب وظيفة، بسبب ماله، بسبب جمال، بسبب علمه. لكن تخيلوا طلاب الأحباء أن هذا الإنسان المغرور يبتعد عن الناس، كل الناس يعني تكره تصرفاته، تبغضه. فأنا كمسلم أتحلى بخلق التواضع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. دائما اجعل قدوتك يا سادس هو النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر أن المتواضع يرفع الله سبحانه وتعالى قدره بين الناس، وعند الله سبحانه وتعالى له مكانة عظيمة. إذا هذا هو خلق التواضع، وهذه مكانة المتواضع عند الناس. الناس يحترمونه والناس يحبونه ويقدرون ويتقربون منه. قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أي جعل مكانته عالية عند الله وعند الناس، ونال محبة الناس واحترامهم وتقديرهم. طلاب الأعزاء، هناك نشاط، ما رأيك؟ بما أنصح زميلي الذي يتعالى على زملائه بنوع ثيابه وما يمتلكه من أجهزة حديثة في بيته؟ ما رأيكم بهذا الطالب؟ طبعا هذا الطالب، لاحظوا طلاب الأعزاء، يتعالى أي يتكبر، يتعالى أي يتكبر، فلا يتواضع
على زملائه، يتكبر عليهم، يعني بيشوف نفسه عليهم بسبب ثيابه من أغلى الماركات، أو عنده أجهزة حديثة، تليفونه حديث، لابتوبه حديث، التاب عنده حديث، ألعابه حديثة، لا يتكبر على زملائه فيرى أنه أفضل من زملائه. ماذا ننصح؟ بماذا ننصح هذا الطالب المسكين؟ أنصحه بعدم التكبر، نحكي له أن التكبر هو خلق سيء، وأن التواضع هو صفة الأنبياء وصفة النبي عليه الصلاة والسلام، والتواضع نبين له فضل التواضع، فنقول له أن المتواضع يحبه الله سبحانه وتعالى ويعلي مكانته في الدنيا والآخرة، ويجب عليه أن يكون متواضعا حتى يحبه الناس ولا يبتعد عنه بسبب خلق الغرور أو التعالي على الناس. إذا ونذكر أيضا بأصل خلقته، فالله تعالى خلق الإنسان من تراب، فلماذا يتكبر هذا الإنسان يا ترى؟ يجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، قدوتكم وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. بعد فهمي للحديث الشريف، الآن يجب علي أن أطبق وألتزم بعض الأمور التي استفدناها من هذا الدرس. بعد فهمكم للحديث الشريف، يجب يا طلاب الصف السادس أن تتحلوا بالأمور التالية: أتصدق بمالي في وجوه الخير، لماذا؟ لما عرفناه عن فضل الصدقة. أيضاً أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسامح من أساء إلي. الخلق الثالث: أبتعد عن الغرور والتكبر عن الناس حتى يرضى الله تعالى عني ويرفع قدري في الدنيا والآخرة وأنال محبة الناس. هذه طلابي الأحباء هي أهم النقاط. وصلنا الآن طلابي الأحباء إلى أختبر معلوماتي صفحة 95. السؤال الأول: أصل بخط بين الكلمات في العمود الأول ومعناها في العمود الثاني فيما يأتي. يوجد لدي كلمات ويجب أن أصلها بما يناسبها في العمود أو في الشكل أو المستطيل الثاني. عزاً، ما معنى عزاً؟ قوة وشرفاً. تواضع أو تواضع، لم يتكبر. رفعه الله أي أعلى قدره. السؤال الثاني: أكمل العبارة الآتية بما هو مناسب. ألف: العفو خلق يجعلني أتجاوز عن أخطاء الآخرين مع قدرتي على الانتقام، إذا أنا أستطيع الانتقام لكني أعفو حتى أنال رضا الله تعالى. ب: المسلم المتواضع لا يستعلي على الناس بنسبه وماله، لأنه بعض الناس يتعالى للأسف أو يتكبر على غيره بسبب نسبه، أي عائلته ومكانة عائلته وماله. ننتقل إلى السؤال الذي يليه: أختبر معلوماتي صفحة 95 طلابي الأعزاء. السؤال الثالث والسؤال الرابع: السؤال الثالث، أكتب في الجدول الآتي أثراً إيجابياً لكل خلق يعود على الفرد والمجتمع. الصدقة، ما هو الخلق الذي يعود على الفرد؟ يبارك الله تعالى له في ماله، قلنا من يتصدق يبارك له الله تعالى في ماله، وهذا الأثر يعود على الفرد، على الإنسان المتصدق، المسلم المتصدق. المجتمع، المجتمع، أنا الآن كمسلم عندما أتصدق على الآخرين، الأمر الذي يعود على المجتمع لا يحقد الفقراء على الأغنياء، أنا لما أتصدق على الفقراء، الفقراء يصبحون يحبون الأغنياء ولا يحقدون عليهم. العفو، ما هو الأثر الذي يعود على الفرد؟ يزيده مكانة وشرفا بين الناس، أنا كإنسان أسامح غيري، هذا يعلي من مكانتي وقيمتي بين الناس ورحمة الله سبحانه وتعالى لي. في الأعلى، المجتمع، تنتشر المحبة والرحمة بين أفراد المجتمع، إذا سامحت وصفحت عن غيري تنتشر المحبة، يحب بعضنا بعضا ونكون في مجتمع متماسك يحب بعضه بعضا. التواضع، الخلق الثالث على الفرد، ما الأثر الذي يعود التواضع به على الفرد؟ يصبح لين الجانب وسهل التعامل. أيضا على المجتمع، تترسخ المساواة بين أفراده، إذا كنا متواضعين نكون سواسية متساويين، لا يتعالى أحدنا على الآخر. السؤال الرابع: اقرأ الحديث النبوي الشريف غيبا. هنا يجب علينا أن نحفظ الحديث الشريف ونرويه غيبا. هكذا طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس، انتهى درسنا لهذا اليوم. نتمنى لكم أن تكونوا قد حفظتم وفهمتم هذه المعلومات وطبقتموها بإذن الله تعالى في المستقبل القريب بحول الله تعالى وقوته. نودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.